أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان الخميس 16 سبتمبر أيلول 2021. ستبذل قصاري جهدك لحل مشكلة مركزية تهيمن على حياتك. الآن هناك احتمالات كبيرة بأنك ستبتعد عن التزاماتك الاجتماعية وحتى المالية لرعاية ذلك، ومع ذلك يجب أن تعلم أن التسرع لن يحل أي شيء بطريقة بناءة. الصبر هو المفتاح هنا. مهني عاطفيا، حياتك العاطفية راكدة في هذا الوقت، ولذلك يجب عليك قضاء بعض الوقت مع الأشخاص غير المتزوجين واليقظين، وسيظهر لك هذا أن هناك الكثير لتفعله في حياتك باستثناء كونك مع شريكك. يمكنك محاولة جمع نصائح جديدة للترحيب بشخص جديد في حياتك إذا كنت عازبا تماما. مهنيا، لقد كان أداؤك جيد بشكل استثنائي في المكتب، ومن المحتمل أن تستمتع بالثناء والاهتمام من رئيسك اليوم، وقد تكون في الطابور للحصول على ترقية مهمة. ومع ذلك فإن حسد وغيرة زملائك قد يؤثران على مزاجك، وسيكون التحدي الأصعب بالنسبة لك هو الرد بالطريقة عادلة وعدم السماح لهذه السلبية بالتأثير على عقلك أو جسمك أو عملك. صحيا، يمكن أن يكون القلق سببا لبعض المشاكل الصحية اليوم. أنت تميل إلى القلق كثيرا واليوم ليس استثنائي، وهذا قد يؤدي إلى بعض الحالات المرتبطة بالتوتر زي الصداع النصفي والقرحة للعمل. ومع ذلك إذا استطعت أن تجعل نفسك تفكر بعقلانية إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وحتى إذا لم تسر الأمور كما خططت تماما فهذه ليست مشكلة كبيرة، يمكنك تجنب هذه المشكلات تماما. توقعات برج السرطان للرجل. كن حذرا، فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك، واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك. إذا كنت في البيت فقد تقوم ببعض المشاريع المسلية. أنت من المحظوظين آخر هذا الشهر، وخاصة لأن طاقتك إيجابية. توقعات برج السرطان للمرأة. نجاحك متعثر قليلا، ولكن بسبب ظروف ليست بيديك عليك الصبر حتى تمر هذه الظروف، وبعدها يمكنك إكمال طريقك كما تتمنى. الروتين الممل الذي تعيشينه بات خطرا على صحتك النفسية. عليك البدء بفعل أمور جديدة، تجربة أشياء جديدة، بداية من الأطعمة المفضلة إلى الاستمتاع إلى نوع جديد من الأغاني، وهكذا كرسي التوازن في حياتك. استمتعي وارقصي واحتفلي واحتسي المشروبات وتمرني، ولا تجعل الصحة والسعادة آخر أولوياتك. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. في الغالب لن تصادفك أي عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود، لذا إذا استخدمت هذه المعرفة فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد اليوم، ويبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقد عليك ترك التوتر اليومي وراءك. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. اليوم مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه وحتى في حياتك الشخصية. سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد، وسوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. حماسك يمكنك من النجاح بنجاح من خلال فريق.
كما يمكنك ترك علامتك بهدوء. إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين، لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضا مناخا جيدا في المنزل، وقد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد.